بعد غيابه وبقاله قدامك خلوا قولوا شهر بطوله خلوا أهلا رمضان 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 جانا دي فتح ربنا مش مجرد أغنية دي ناس فكت شفرة الدي ان ايه بتاعت شخصية ومشاعر شهر رمضان وابتدوا يستنسخوا منها يعني لو رمضان بيغني هيقولها ازاي ولو هو موسيقى هيبقى شكلها عامل ايه ده جزء من المقال كاتبه عمر طاهر بيحاول يشرح فيه الاسباب اللي خلت اغنية رمضان جانا لمحمد عبد المطلب على عرش الاغاني اللي اتغنت للشهر الفضيل ده لاكتر من 75 سنة والاغنية دي من تأليف الشاعر حسين طنطاوي والحان الموسيقار محمود الشريف ومن حظنا الحلو ان لما الموسيقار محمود الشريف راح يعرض الاغنية دي على الفنان احمد عبد القادر رفضها عشان هو كان مقدم اغنية وحوي يا وحوي سنة 1939 وكانت ناجحة جدا ايامها وبعد تردد كتير قبل عبد المطلب انه يغنيها لانه كان مزنوق في مبلغ 6 جنيه واتذاعت الاغنية دي في الراديو سنة 1943 وهنا بيظهر السؤال ليه اغنية رمضان جانا بتفكرنا برمضان الحلو بتاع زمان ليه بنحن للماضي؟ ايه هي اسباب النوستالجيا؟ النوستالجيا هي كلمة صاغها طالب في كلية الطب في القرن ال17 لوصف حالة الحنين للعودة للوطن عند المرتزقة السويسريين والكلمة دي مأخوذة من اللغة اللاتينية ومقسومة لمقطعين نوستوس يعني العودة إلى البيت والجوس يعني الألم ومعناها الألم المصاحب لشعور العودة للبيت أو الوطن أطباء وعلماء النفس ما قدروش يفسروا حالة الحنين للماضي أو النوستالجيا اللي بتجينا لكن التفسير الأقرب للحالة دي هي إنها الحيلة الدفاعية اللي بتلجأ لها النفس البشرية لما بتتعرض لحزن أو ضغوط كتير وهي حيلة دفاعية ممتازة علشان تقضي على الأعراض السلبية دي ولو حتى بشكل مؤقت البروفيسور تيم وايلدشوت من جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا بيقول إن حالة النوستالجيا بتحصل للإنسان كتير جدا وبتولد راحة نفسية وإن دي حاجة بتساعده على تحسين المزاج وبتدي للحياة معنى في دراسة قام بيها على 266 شخص طلب منهم إن هم يفكروا لمدة دقايق في حدث إيجابي من ماضيهم ويكتبوا عنه وبعدها مباشرة سألهم عن تقييمهم لمدى استمتاعهم بالحدث ده ووجد إن كل ما زاد استمتاع المشاركين بالحدث ده كل ما زاد حنينهم له مستقبلا وبينت التجربة دي عن مدى أهمية الاستمتاع باللحظة الحالية عشان نكون ذكريات تمنحنا شعور بالحنين للماضي أو بالنوستالجيا بعد كده وفي دراسة تانية ظهرت قدرة الموسيقى على إثارة الحنين للماضي لما خلوا المشاركين في الدراسة يسمعوا أغنيتين واحدة قديمة وواحدة جديدة ولاحظوا مستويات التفاؤل العالية للأشخاص اللي سمعوا الأغنية القديمة الأبحاث دي كلها خلت البروفيسور وايلدشوت يكتشف إن حالة الحنين للماضي أو النوستالجيا بتزيد من ثقة الإنسان في نفسه وبتخليه حافظ على احترامه لذاته في الحاضر وبتخلي للشخص نظرة إيجابية للمستقبل في الآخر لو حابب تكون لنفسك ماضي جميل ترجع له لما الدنيا تقف معاك في أي وقت حاول تسعد نفسك بكل لحظة تعدي عليك رمضان كريم أحمد حجازي